أهلا بكم وجمعة مباركة. إذا عاجل ورسميا تأجيل كأس إفريقيا 2025 حسب قناة بيان سبورت القطرية، حيث يرتقب أن يتم مساء اليوم الجمعة الكشف عن موعد إجراء نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025. وأفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بأن رئيسه باتريس موتسيبي سيعلن مساء اليوم عن موعد إجراء الكان. وفي سياق متصل أكدت شبكة بيان سبورت القطرية نقلا عن مصادرها الخاصة بأن المحفل القاري سينطلق يوم 21 ديسمبر 2025، كما أبرزت الشبكة القطرية في المقابل بأن المباراة النهائية لألكان المقررة بالمغرب ستجرى يوم 18 جونفي 2026. وفي الأخير لا تنسوا جيم وتعليق، والسلام عليكم.